ونروح لملف بيهم ملايين المصريين، وهو الاشتراطات العامة للبناء اللي من المنتظر الإعلان عنها قريبا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني. وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار استعرض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدن والريف من حيث الارتفاعات ونسب البناء ومساحات وأبعاد قطع الأراضي وأماكن انتظار السيارات والإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء والإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص. احنا معانا على التليفون لمزيد من المعلومات الدكتور اسلام رأفت استاذ التخطيط العمراني. دكتور اهلا بحضرتك، وقولي شايف ازاي اهميه الاشتراطات العامه للبناء اللي من المنتظر الاعلان عنها. اهلا بيكي استاذ ريهام وضيوفك ومشاهدينك. بالنسبه للاشتراطات الجديده لاشتراطات البناء واهميتها، هي في الحقيقه هي كانت نقطه محوريه جدا في تطور العمران المصري في السنين اللي جايه بعد التدهور الكبير اللي حصل في حالة العمران المصري في السنين اللي فاتت. الاشتراطات دي هتخلي احنا كان عندنا في قانون البناء قانون 119 الشهير يعني اللي بينظم شؤون البناء في مصر، هو كان بيشترط في قطع الاراضي اشتراط واحد بس، انه اي قطعه ارض من حقك تبني عليها اي مبنى كان بيشترط بس بيحدد الارتفاع، والارتفاع كان بيربطه بعرض الشارع. طبعا ده كان بيخلي قطع الاراضي واستخداماتها غير محدده غير منضبطه. الارتفاعات كانت احيانا بتبقى فيها مشكلات كبيره جدا. الفراغات كانت او الفراغات يعني احنا بنسميها اللي هي عناصر المبنى من جوه كان بيبقى فيها مشكلات كتير جدا، زي ان هي ممكن تبقى غير صحيه، التهويه بتاعتها غير مناسبه. طبعا الاشتراطات الجديده المفترض هتعلن قريب هي غالبا هتتجاوز النقط والمشكلات دي. وبالتالي هيبقى عندنا اشتراطات لقطع الارض، ابعاد قطع الارض، يعني مش اي قطعه ارض او اي مساحه هينفع نبني عليها مبنى. المبنى لازم يكون في قطعه ارض ليها حد ادنى من المساحه وليها حد ادنى من الابعاد. كمان الاستخدامات اللي هتبقى موجوده على قطع الاراضي مش اي مكان نقدر نعمل فيه نشاط تجاري، مش اي مكان نقدر نعمل فيه نشاط اداري. الحاجات دي كلها هتبقى محدده في الاشتراطات اللي جايه في الفتره اللي جايه. هل هذه الاشتراطات بتساعد في رايك على الحد والتقليل من ظاهره البناء المخالف والعشوائي دكتور؟ طبعا يا فندم، حضرتك مش بس كمان هتحدد من ظاهره البناء العشوائي، هترفع من مستوى العمران الامن الصحي. احنا كانت لو تخيلت حضرتك مثلا في حد عنده قطعه ارض 500 متر، فهو كان بيبني على ال 500 متر، يعني المباني كانت بتتحط الفوت برنت بتاع المبنى او البصمه البنائيه بتاعه المبنى على كامل مساحه الارض. دلوقتي هيتحدد نسب بنائيه وكثافات بنائيه، طبعا الاثنين دول بيخلوا البناء على الارض مش على كامل مسطح الارض، وبالتالي بيدينا مسطحات بقى ان احنا نعمل فيها مناطق خضراء، ان احنا نعمل فيها اماكن استثمار، ان احنا نسمح بتهويه المبنى من كل الاجزاء بتاعته. فده طبعا هيخلي المباني بتاعتنا اكثر صحيه واكثر امانا للمستخدمين بتوعها، وده طبعا مهم جدا طبعا لصحه الانسان. طب ازاي يعني ستعمل اشتراطات البناء الجديده في التيسير على المواطنين في استخراج التراخيص اللازمه في حوكمه المنظومه؟ طبعا احنا في الفتره اللي فاتت دي كانت تراخيص البناء متوقفه لانه بسبيل اعداد الاشتراطات الجديده. طبعا مجرد صدور الاشتراطات يبقى معناها ان احنا هنرجع تاني نفتح التراخيص، وفي نفس الوقت هتبقى التراخيص الجديده هتبقى سرعتها اعلى، هيبقى اداء افضل، زي ما بيحصل في المدن الجديده. حضرتك اللي حاصل في المدن الجديده انه نظام استخراج تراخيص البناء هو نظام سريع جدا، منضبط جدا، ما فيهوش تجاوزات، وده كلنا ملاحظينه على عكس اللي كان بيحصل في المدن القديمه. فكل اللي حصل ان الاشتراطات الجديده دي هتحول النظام في المدن القديمه بتاعتنا الى يعني نظام شبيه باللي بيحصل في المدن دي. فهيبقى حضرتك عارف ان قطعه الارض بتاعتك طالما عرض الشارع اللي قدامها كذا، فهيبقى الارتفاع بتاعها متناسب مع عرض الشارع. عدد الادوار لن تزيد عن 6 ادوار في بعض الاماكن، وفي اماكن لن يسمح فيها بالبناء في الفتره الحاليه بسبب ان الكثافات السكنيه فيها مرتفعه جدا، فده يسمح بيه. وده وان كان في ظاهر الامر ان هو ده
تحديد وعدم سماح بالبناء الا ان هو في صالح العمران المصري وصالح المصري. اكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسلام رأفت استاذ التخطيط العمراني، شكرا لحضرتك يا فندم.